أنا المرسلة الحائرة، لدي سؤال يا فضيلة الشيخ في أشد حالات الخوف والقلق والحيرة من طرحه عليكم. في يوم من الأيام دخلت في مناقشة مع زوجي بخصوص موضوع عادي، ولكن زوجي عصبي جدا رغم طيبته، يعني أي موضوع لا يعجبه يعصب ويصرخ في وجهي، وفي النهاية يهدد بالطلاق أو بالحلف. المهم لا أطيل على سماحتكم، كنت أنا أنوي الذهاب إلى مكان ما، عندما عصب قال لي والله إذا ذهبت إلى هذا المكان تكوني طالقة مني بالثلاث، وأنا مضطرة إلى الذهاب إلى المكان الذي منعني منه، لكني خائفة في ذهابي يقع الطلاق أو لا. مع العلم أني امرأة ملتزمة جدا، ولا أريد أن أعمل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا التهديد والحلف بالطلاق بيومين أو أكثر، قال لي زوجي اذهبي إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، أي عندما هدأ قال ذلك. أنا كانت النية عندي أنه إذا أمنعك من الذهاب، هذا كلام الزوج، أنا كان في نيتي أن أمنعك فقط من الذهاب في نفس اليوم، وأما الآن فأي مكان تشائين الذهاب إليه فاذهبي. وأنا قلت له لا، أنا أخاف بعد كل هذا الذي حصل من ذهابي أن يقع الطلاق، أفتوني. إذا كان كما ذكرت أنه نوى تحديد الحلف في وقت معين وقد انتهى هذا الوقت، فإن اليمين تنتهي ولك الذهاب إلى المكان الذي تقولين. أما إذا كان لم يحدد بوقت معين فهذا يرجع فيه إلى نيته. وعلى كل حال الواجب عليكم أن تذهبوا أو يذهب هو بنفسه، أن يذهب هو بنفسه ويسأل أحد العلماء القريبين منه ويفصل له في نيته ومقصوده ليكون الجواب موافقا للحالة التي صدرت منه. أما أنت فلا تقدرين على معرفة نيته إلا إذا صح ما قاله إنه يريد تحديد اليمين بيوم معين. وأشار في ذلك في نهاية الرسالة، هذا على مسؤوليته، إذا ثبت هذا فإنه ينتهي الطلاق بوقته. نعم.